بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي في درس جديد في مادة العلوم. درسنا لهذا اليوم معالم سطح الأرض. سنتعلم في هذا الدرس تصنيف معالم سطح الأرض الطبيعية إلى معالم اليابسة ومعالم الماء، كما سنتعرف على أغلفة الأرض وطبقاتها، وأخيرا سنفسر تكون المحيطات والجبال. بداية، عندما نسافر عبر بلداننا العربية وحول العالم نرى الشواطئ الرملية والشواطئ الصخرية، وقد نرى أيضا التلال والهضاب والجبال والصحاري والوديان والأنهار والبحار والبحيرات. جميع هذه الأشياء التي قد نراها تعرف بمعالم سطح الأرض. هذه المعالم طبيعية في الأرض، ولكل معلم من هذه المعالم خواص مميزة تجعله يتشكل بطريقة مختلفة عن غيره من المعالم. نرى في هذه الصورة بعض المعالم الموجودة على سطح الأرض. تمعن جيدا في هذه الصورة وحاول أن تجيب على هذين السؤالين. السؤال الأول: ما اسم المعلم المحاذي لحافة المياه في الصورة؟ والسؤال الثاني: ما المعلم أو المعالم التي قد تراها بالقرب من الحي أو في المدينة التي تسكن أنت فيها؟ فإذا إجابة السؤال الأول: المعلم المحاذي لحافة المياه إما أن يكون شاطئ أو ساحل. أما عن المعالم التي قد تراها بالقرب منك، فإما أن تكون جبل أو سهل أو وادي أو بحر أو نهر أو غيرها من المعالم. وبهذا نستطيع أن نقسم معالم سطح الأرض إلى قسمين: معالم اليابسة ومعالم الماء. سنبدأ بمعالم اليابسة. أول معلم من معالم اليابسة هو الجبل، وهو منطقة مرتفعة كثيرا فوق سطح الأرض. أيضا لدينا التل، وهو أقل ارتفاعا من الجبل وأكثر استدارة. لدينا أيضا الوادي، وهو منطقة منخفضة تمتد بين جبلين أو تلين. لدينا أيضا الخانق. الخانق هو الوادي السحيق، أي الوادي الضيق، وتكون جوانبه عالية. وأيضا لدينا الجرف، وهو الجانب الحاد الميل من الصخور أو التربة. أيضا يوجد لدينا معالم أخرى في اليابسة، وهي السهل، وهو منطقة واسعة منبسطة. أيضا الهضبة، منطقة منبسطة أكثر ارتفاعا من الأراضي المحيطة حولها. أيضا لدينا الصحراء، وهي أرض واسعة يندر هطول الأمطار عليها. ولدينا ما يعرف بالشاطئ، وهو أيضا معلم من معالم اليابسة، وهو أرض على امتداد حافة المساحة المائية. ولدينا الكثبان الرملية، وهي كومة أو نتوء من الرمال. ننتقل الآن إلى المعالم الأخرى، وهي المعالم المائية. المعالم المائية إما أن تكون بحر أو محيط، وهي مساحة واسعة مغطاة بالمياه المالحة، أو تكون ساحل، وهو الخط الذي تلتقي عنده اليابسة مع الماء. فعندما تلتقي اليابسة مع الماء نطلق على هذا الخط الساحل. أيضا لدينا النهر، وهي مساحة طبيعية لجريان الماء وانتقاله. ويوجد لدينا الرافد، وهو نهر صغير أو جدول ماء. ويوجد لدينا الشلال، وهو تيار من المياه الطبيعية يسقط من مكان مرتفع.
لدينا أيضا البحيرة، وهي مساحة من المياه تحيط بها الأراضي اليابسة. ثم المصب، وهو ملتقى مياه النهر ومياه المحيطات. وأخيرا الدلتا، وهي أرض لها شكل المثلث تتشكل عند مصب النهر. والآن لنقيم ما تعلمناه عن معالم اليابسة ومعالم الماء. فكر في كل سؤال لمدة دقيقة واحدة. السؤال الأول، ماذا يقصد بمعالم سطح الأرض؟ يقصد بهذه المعالم أشكال سطح الأرض. السؤال الثاني، صنف المعالم الآتية إلى معالم اليابسة والمعالم المائية. لدينا الشواطئ الصخرية، الأنهار، الخانق، البحيرات، السهل، الهضبة، الرافد، المصب، والدلتا. بعد التصنيف، الإجابات الصحيحة هي معالم اليابسة يندرج تحتها الشواطئ الصخرية، الخانق، السهل، والهضبة. أما المعالم المائية فيندرج تحتها الأنهار، البحيرات، الرافد، المصب، والدلتا. السؤال الثالث، اذكر ثلاثة من معالم سطح الأرض الموجودة في مملكة البحرين. من أمثال هذه المعالم الموجودة في مملكة البحرين البحار، الجبال، والوديان. السؤال الرابع، أي مما يلي يطلق على الجانب الحاد الميل من الصخور أو التربة؟ هل الساحل، أم الجرف، أم الرافد، أم السهل؟ الإجابة الصحيحة هي الجرف. بارك الله فيكم. والآن لنتعرف على أغلفة الأرض وطبقاتها. للأرض أربعة أغلفة. الغلاف الأول، الغلاف الجوي، ثم الغلاف المائي، ثم الغلاف الحيوي، وأخيراً
الغلاف الصخري، وسنتعرف على كل غلاف على حدة. يعرف بداية الغلاف الجوي بأنه الغطاء الغازي الذي يشمل الغازات المحيطة بالكرة الأرضية والموجودة على سطح الأرض. أما الغلاف المائي فهو يشمل المياه بثلاث حالاتها أو بثلاثة أشكالها: في حالتها الصلبة مثل الجليديات، وفي حالتها السائلة مثل الأنهار والبحيرات والمحيطات، أو في حالتها الغازية مثل بخار الماء. والجدير بالذكر أن الماء يغطي حوالي 70% من سطح الكرة الأرضية. ولدينا الغلاف الحيوي. هذا الغلاف الحيوي هو الجزء من الأرض الذي توجد فيه المادة الحية، ويمتد من الجزء السفلي للغلاف الجوي وحتى قاع المحيط. أي مكان توجد فيه مادة حية يتضمن ضمن الغلاف الحيوي. أما الغلاف الأخير يعرف بالغلاف الصخري. هذا الغلاف يتكون من القشرة الأرضية التي تتضمن القارات وقيعان المحيطات. ولدينا أيضاً ما يعرف بالوشاح، وينقسم إلى قسمين: الوشاح العلوي والذي مع القشرة الأرضية يكون الغلاف الصخري. أما ما تبقى من الوشاح وهو الوشاح السفلي فهو طبقة لدنة تتكون من مواد شبه منصهرة. أسفل الوشاح لدينا ما يعرف باللب، وهو الكتلة المركزية للأرض. ينقسم اللب إلى نطاقين: نطاق خارجي، هذا النطاق سائل يتكون من صخور منصهرة. أما اللب الداخلي فهو عبارة عن مادة صلبة. والآن لنقيم ما تعلمناه. فكر في إجابة لكل سؤال مما يلي في دقيقة واحدة. السؤال الأول: هل مادة الغلاف الصخري صلبة أم سائلة؟ رائع، الإجابة الصحيحة هي صلبة. السؤال الثاني: فكر تفكيرا ناقدا كالعلماء، ما طبقات الأرض التي تشكل الغلاف الحيوي؟
والإجابة الصحيحة هي القشرة الأرضية والغلاف المائي والجزء السفلي من الغلاف الجوي، أي منطقة توجد بها حياة. السؤال الثالث، أي أجزاء الأرض يكون على شكل صخور سائلة منصهرة؟ الإجابة الصحيحة هي اللب الخارجي، أحسنتم. السؤال الرابع، ما اسم المنطقة الخارجية الأكثر صلابة من الأرض؟ هل هي الغلاف الجوي أم اللب الداخلي أم الغلاف الصخري أم الوشاح؟ الإجابة الصحيحة هي الغلاف الصخري، بارك الله فيكم. والآن لنجيب على هذا السؤال، كيف تتكون المحيطات والجبال؟ يجب أن نعرف أولاً أن الغلاف الصخري الصلب يتقسم إلى ألواح ضخمة تعرف بالصفائح. هذه الصفائح يفصل بينها ما يعرف بالصدع، فالصدع هو الحد الذي يفصل بين الصفيحتين. هذه الصفائح أيضا تطفو فوق طبقة لدنة من مواد منصهرة، من صخور منصهرة، فتسمح هذه الصخور المنصهرة لهذه الصفائح أن تنزلق فوقها. عندما تندفع هذه المواد المنصهرة والتي تعرف بالماجما بين الصفيحتين من خلال الصدع، فتنزلق الصفيحتين مبتعدتين عن بعضهما البعض، الأمر الذي يشكل المحيط. عندما تقترب الصفيحة من صفيحة أخرى يساعد هذا على تشكيل المناطق الجبلية. ونستنتج من هذا أن للصفائح حركتين، إما أن تكون حركة تباعدية أو حركة تقاربية، اقتراب الصفائح أم تباعدها. الحركة التباعدية هي ابتعاد الصفائح عن بعضها البعض كما في الصورة هنا مشكلة لدي المحيط. أما الحركة الثانية وهي الحركة التقاربية
فنراها في الصورة هي اقتراب الصفيحتين من بعضهما البعض، والأمر الذي يشكل لي الجبال. والآن لنقيم ما تعلمناه. أجب على كل سؤال مما يلي بعد التفكير العميق. السؤال الأول، انظر إلى الشكل المجاور والذي يمثل صفيحتين أرضيتين، ثم أجب عن الأسئلة الآتية. ما اسم الحد الفاصل بين الصفيحتين والمشار إليه بالرمز سين في هذه الصورة؟ ماذا أطلق على هذا الحد؟ رائع يا أبطال، الإجابة الصحيحة هي الصدع. السؤال الثاني، فكر تفكيرا ناقدا كالعلماء. كيف تحرك الماجما الصفائح الأرضية؟ بارك الله فيكم. تندفع الماجما إلى أعلى بين صفيحتين أرضيتين، فتنزلق الصفيحة مبتعدة إحداهما عن الأخرى. السؤال الثالث، أي مما يلي ينتج عن ابتعاد الصفيحتين عبر ملايين السنين؟ هل منطقة جبلية أم هضبة أم محيط أم سهول؟ والإجابة الصحيحة هي المحيط، حيث تبتعد صفيحة عن الأخرى ويتكون لدي المحيط. انتهى درسنا لهذا اليوم، نلقاكم في دروس أخرى، وفقكم الله.